أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها اسمع رواسي دي زي انا ما بسمعها افلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا الانوار نازله اهو والحمد لله الراجل خد الصوره وهتشوفها في البيت تلاقي الانوار نازله كده الله يا رب يرضى ربنا الله ان نحن نزلنا الذكرى وان لا حافظوه وانت حافظ حافظ من الاول للاخر صلوا على النبي احنا شايفين كده نخش حاجه وهو عامل صلي على النبي صلي قول للناس الله اكبر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها يا رب كيف بنيناها
الانوار نازله اهو والحمد لله الراجل خد الصوره وهتشوفها في البيت تلاقي الانوار نازله كده الله يا بعض ربنا قلنا نحن نزلنا الذكرى وقلنا لا حافظوه وانت حافظ حافظ من الاول للاخر صلوا على النبي احنا شايفين كده نخش حاجه وهو عندك صل على النبي صلي قول النبي الله اكبر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها كيف وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تنصري اهو كده بلاش بال 14 يبقى 7 وذكراني كل عبد منيب يا سلام حنين يا رب يا حنين اي والله وانا نزلنا من السماء إما أم مبارك يا الله أكبر جمال النبي يعني النبي شباب ورسول الله واللي بقول كده ما يعرف يسمع حاجة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات
رزقا للعباد. والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا ببلدة ميتا كذلك الخروج. الله ما حد يقول كده ابدا. والله والله ما حد يقول كده. ايه اللي قلته ده الاول يا عم؟ مش كده بقى كان غلابه بنسمعك هنا نيجي هنا نيجي عشان بس الله رضي. انا هجيب شيخ مصطفى، ما عندناش مقدار اجيب شيخ مصطفى اسماعيل، اهو نيجي نسمع وخلاص. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد النخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب ليكة وقوم تبع وأصحاب ليكة وقوم تبع كل فحق وعيدي أفعينا بالخلق لون. بل هم في لبس من خلق الله.
فين المدن وفين الكلام ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حاج مصطفى؟ ياتي النبي منتجم ومنشرح وربنا يفتح صدرك ولا يحرمك من صوت. عايزين نتمتع كده. طلع النبي. ده احنا بقى يعني من كرمه هو احنا بنطمع فيه. تابت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. على طول المدد إن شاء الله كده. تابت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وعاد وفرعون وإخوان بل هم في لبس